موقع مولينجيرا ركز على حكم محكمة المعايير والمرافق والحياة البرية في كامبالا عاصمة أوغندا بترحيل المواطن اليمني ماجد مطهر علي المعمري بعد إدانته بتهمة محاولة تصدير عينة من الحياة البرية من أوغندا إلى مصر. وفقا للموقع فقد قضت المحكمة بترحيله ودفع غرامة قدرها 60 مليون شلن لحيازته بشكل غير قانوني عينة من الحيوانات البرية، و60 مليون شلن أخرى لمحاولة تصدير عينة أخرى. وحكم عليه بالرقابة بتهمة التآمر لارتكاب جناية. ويلفت الموقع إلى أن المواطن اليمني وسائقه أبو بكر مصطفى قاما بتقطيع قرن وحيد القرن إلى 26 قطعة وتعبئتها في حقائب لإخفاء جرائمهم. كما حكم على أبو بكر مصطفى شريك المعمري في التهمة بدفع غرامة قدرها 40 مليون شلن في كلتا التهمتين. وفي حالة البقاء تم الحكم على المدانين الاثنين بقضاء 15 عاما في السجن.